الإسلام ده ما جابوا الخيزان ولا جابوا الجبهة الإسلامية عشان تقعدوا تبتزوا الشعب السوداني بالدين الإسلامي. لو جاء الشيطان ده طلع في شكل زول كده ما بيقدر يشيل الإسلام ده من الشعب السوداني، لأنه دي عقيدة الشعب السوداني الغالبة، ما في زول بيقدر يشيلها منه. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، نحن ذاتنا في الحرية والتغيير ما جزء من الأجندة الأصلا مطروحة أصلا، موضوع الدين والدولة ده ما جزء، لأنه إحنا ما ناس منتخبين، إحنا ما ناس بنحترم الديمقراطية برضه. إحنا جايين لأنه دايرين البلد دي تبقى بلد ديمقراطية، ما في زول يفرض على زول حاجة، حاجة لما تجي تجي من الشعب السوداني، ما في زول يفرض على زول حاجة، دي رؤيتنا إحنا مع الديمقراطية. عشان كده قضية زي قضية الدين والدولة دي بيحسم الشعب السوداني لما يصوت له لبرلمان منتخب بعد الفترة الانتقالية، البرلمان المنتخب ده يقعد يجيز له دستور دائم. الدستور الدائم ده بعد ذاك يناقشوا فيه موضوع علاقة الدين بالدولة. ما عندنا احنا في حرية التغيير حاليا نقاش حول الموضوع ده، عشان الناس ما يقعدوا يلتوا ويعجنوا في كلام فارغ احنا ما جزء من اجندتنا ولا قاعدين نتكلم عنه اصلا. الشعب السوداني ده مسلم بطبيعته، ننتهي من الملف ده لانه احنا شايفين انه هم قاعد يبتزوا العواطف الدينيه زي ما الكيزان كان قاعد يعملوا، لكن بنقول لهم يا اخوانا الشغله دي ثاني ما بتمشي في السودان، ما بتمشي. 30 سنه السودانيين ده بيبتزون بالدين، ثاني شغله دي خلاص ما بتمشي فينا يعني. الرسالة الدائرة أقولها ما عشان ما أطول عليكم، الرسالة الأخيرة يا أخواننا، إحنا المعركة حقتنا دي ما معركة بسيطة، دي 30 سنة، 30 سنة الدولة بتاعت الكيزان دي خشت في كل مفصل من مفاصل البلد دي، كان رفعت حجر تلقى تحته كوس. فنفهم إنه معركتنا دي، معركتنا دي ما معركة هتنتهي من يوم وليلة، يعني ما معناه سقطنا البشير ولا ابن عوف سقطناه هنمشي خلاص نرتاح ونقول والله صدقنا الكيزان. لازم نكون واعين اول حاجه للقضيه حقتنا، نكون واعين ان احنا عندنا قضيه اسمها اعلان الحريه والتغيير. ده البرنامج اللي التف حول الشعب السوداني كله، نشتغل به ونحفظه ونوريه للناس كلهم. ده لازم الحكومه ذات اللي بتجي دي احنا ذاتنا نكون ضاغطين عليها، نضغط على حتى جمعيات مدنيه كامله نضغط عليها انه يا اخي تنفذ البرنامج ده، لو ما نفذ البرنامج ده نعمل مظاهره طوال. لو لفوا كده ولا كده طوالي نعمل لهم مظاهرة، ما في رجعة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الليلة البلد دي ما فيها حبة